بص، هو في مصطلح امريكي كده اسمه الباراسوشيال ريليشن شيب، وده الحقيقه انا كل ما بسمعه بيجي في دماغي على طول مسعود اوزيل. والمصطلح ده المقصود بيه قوه العلاقه اللي بتبقى بينك وبين مشهور انت بتنتمي ليه بشكل كبير كانه واحد من اهلك، ولكن في الحقيقه هو اصلا ما يعرفكش ولا يعرف انك بتشوفه اساسا. وحتى لو عرف انك بتشوفه هتبقى انت واحد من الملايين بيتابعوه، وانت عارف ان انت واحد من الملايين بيتابعوه، ولكن برضه بتحس ان علاقتك بيه علاقه انتماء، يعني تزعل لو حتى دخل عليه بعنف، تضحك مع ضحكته والعكس. والحقيقه ان ده لسان حال ناس كتير اتجاه اوزيل. فلو انت سالتني عن سبب قوة العلاقة دي هقول لك معرفش، وانا مالي يا عم، انا واحد بتاع كورة. ايوه، خلينا في الحتة بتاعت الكورة، ودي بقى تاخدنا عن اللاعب اللي لو فتحوا قائمة مؤسسي فكرة السهل الممتنع هتلاقي اولهم مسعود اوزيل. اوزيل كان لاعب كارثي بكل الطرق، لاعب كده قادر في وقت ما برشلونة عاملة عليك مباراة عمرها وتيكي تاكا وميت باصة في الهجمة وشقلبة، يجي هو من نص الملعب بيحط سرور رونالدو ويسجل الهدف ويتلف بيه امل الخصم في وقت ما هو مسيطر عليك نفسيا وفنيا. وده لو كان هيدل على شيء، فالشيء ده انه صانع العاب زي مسعود اوزيل صعب يتكرر بكل الطرق. المهم عشان ما اطولش عليك، لعبنا هو مسعود اوزيل، مواليد تركيا 88. اوزيل كان في ناشئ نادي جيلس كريشن، نادي المدينه اللي انتقل ليها عائلته من تركيا الى المانيا، واستمر هناك من 95 لحد 2000، وتحديدا بعد ما يتم 12 سنه يتم انتقال اوزيل لنادي روتفيس ايسين، وهو نادي الماني كده بيلعب في الدوريات المتاخره. المهم يستمر اوزيل في التدرج مع الفريق لحد ما يوصل للسكن تيم، وتحديدا كان في سنه 2005 اللي فيها اوزيل كان بيقدم روعه بكل الطرق، وكان ظاهر عليه انه لاعب مستقبله كبير جدا وعظيم، لدرجه ان جاله عرض من شالكا علشان يلعب مع الفريق الاول، وده كان العام، انما الخاص ان شالكا كان عايز يلعبه مع الفريق الاول ويخليه ينور ويبيعه بمبلغ كبير ويستفيد منه. المهم يتم انضمامه للسكن تيم في شالكا ويبدا يشارك معاهم في موسم 2005 2006، وما ياخدش وقت في الانسجام مع الفريق، ويقدر يشارك في 30 مباراه كصانع العاب ويسجل 14 هدف، وده رقم كبير جدا على صانع العاب، وكمان لا يتجاوز 17 سنه. لا، ومش بس كده، ده كمان يكون من ضمن الاسباب في فوز شالكا بالدوري الالماني تحت 19 سنه، واللي بيتاخد قرار انضمامه مع الفريق الاول، وفعلا يبدا موسم 2006 2007 بنفس الكلام ويشارك في 32 مباراه، اغلبهم كان على دكه الفريق الاول، وحتى لو نزل بيكون في اخر ربع ساعه او 10 دقائق وما يكونش اصلا بيلعبهم في مركزه، لان المعروف عن خطه 4 3 3 ما بيكونش فيها صانع العاب. وعلى الرغم من ده كله الا انه قدر يسجل 3 اهداف ويصنع هدف، وشالكه ساعتها ينهي الدوري في المركز الثاني بفارق نقطتين عن شتوتجارد المتصدر. لكن النسخه دي من شالكه كانت مبشره جدا بوجود اوزيل وحميد التنتوب ومعاهم مانويل نوير صديق الدراسه لمسعود اوزيل، عشان بعدها يدخل موسم 2007 2008 بمشاركه في 30 مباراه واغلبهم كان بديل. ولكن مش دي المشكله، المشكله انه لعب في كل مراكز خط الوسط باستثناء ايه بقى؟ باستثناء مركزه الاساسي وهو رقم 10، طبعا بسبب اصرار المدرب على استراتيجيه 4 3 3، والمعروف طبعا ان لياقه اوزيل البدنيه مش تحتمل انه يلعب بوكس تو بوكس مع مهام صانع العاب. ولكن الراجل عمل كل اللي عليه، وبرغم من اللخبطه دي الا انه قدر يسجل هدفين ويصنع 5 اهداف، وساعتها شالكه ينهي الدوري في المركز الثالث. ولكن اوزيل نفسه كان بيقدم اداء قوي جدا، عشان بعدها يجيله استدعاء من المنتخب الالماني في يورو 2007 تحت 19 سنه، واللي فيه كان من الاسباب الاساسيه في وصول المانيا للسيمي فاينال، وخصوصا انه سجل هدف وصنع الثاني في الفوز على روسيا في المباراه اللي انتهت ب 3-2، وكمان يسجل هدف في تعادل المانيا مع فرنسا ب 1-1، علشان بعد خروج المنتخب الالماني ويرجع مجرد انه يتدرب مع شالكا تحصل مشاكل مع شالكا بخصوص موضوع تمديد العقد. ووسط كل المشاكل دي يجي فيرد بريمن يعرض عليه 5 مليون يورو مقابل التعاقد معاه، وفعلا تتم الصفقه، وموسم 2008 2009 يكون الاول له مع فيرد بريمن، واللي فيه اوزيل انفجر حرفيا وقدر يشارك في 46 مباراه ويسجل فيهم 5 اهداف ويصنع 23 هدف. لا، وكمان اوزيل يتالق في كاس المانيا ويؤكد على انه يستحق يكون في نادي من كبار اوروبا، عشان بعدها القدر يقرر يكافئه على ادائه في الموسم ده، ويقدر يسجل هدف فوز فيرد بريمن على باير ليفركوزن في النهائي اللي انتهى بهدف نظيف لكتيبه اوزيل. واخيرا فيرد بريمن اللي نهى الدوري في المركز العاشر يفوز بكاس المانيا ويقدر يشارك في البطوله الاوروبيه الموسم القادم، وكل ده بسبب وجود موهبه اسمها مسعود اوزيل، علشان بعدها تجيله استدعاء من المنتخب في يورو 2009 تحت 21 سنه، واللي فيها اوزيل قرر يعلي على نفسه ويقدم اداء خرافي، وتحديدا لما صنع هدفين الفوز ضد فنلندا. ولكن اهم لقطه هو تسجيله هدف وصناعه هدفين في النهائي ضد انجلترا في المباراه اللي انتهت ب 4-0، علشان يكون اوزيل من الاسباب الرئيسيه والاساسيه في فوز المانيا باليورو. وفي موسم 2009 2010 واللي تالق فيه وقدر يشارك في 39 هدف في 36 مباراه بواقع تسجيل 10 اهداف وصناعه 29، ولكن يكون هو السبب الاساسي في وصول فريقه للمركز الثالث، وين الموسم بينه بيتفوق على نفسه في فريق مش على قدر موهبه اوزيل. المهم بعدها تحصل مفاجاه، وهو انضمام اوزيل للمنتخب لكاس العالم 2010، والمفاجاه هنا مش انضمامه للمنتخب، لا، المفاجاه في انه كان بيلعب الموسم اللي فات تحت 21 سنه، وتكون بعدها اول مشاركه ليه مع المنتخب الاول تكون في كاس عالم، والحقيقه دي كارثه بكل المقاييس. المهم مشاركه اوزيل مع المنتخب ما كانتش هامشيه لانه صغير يعني وكده، والدليل على كده انه صنع هدف في مباراه الافتتاحيه ضد استراليا، وسجل هدف في الفوز على غانا في المجموعه، وكمان صنع في رباعيه انجلترا والارجنتين، ولكن يخسر في قبل نهائي البطوله ضد اسبانيا ويلعب
على الثالث والرابع ويفوز على الأوروغواي علشان يكون أوزيل السبب الأساسي في وصول ألمانيا للمركز الثالث، ولكن الأهم هو ترشيح مسعود أوزيل بالكرة الذهبية وترشيحه في جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم، وده ما يخليش بيريز يتردد في تقديم عرض لمحاولة ضم أفضل ناقلي كرة في العالم وهو خضيرة وأوزيل، ولكن ما كانتش مفاجأة لأن مستوى أوزيل كان يستاهل إنه يكون في فريق كبير زي ريال مدريد. المهم الصفقة تتم وموسم 2010-2011 يكون الأول لهم مع ريال مدريد ويقدر يشارك في 54 مباراة ويسجل 10 أهداف ويصنع 29 هدف. ساعتها ريال مدريد يخسر الدوري بفارق 4 نقاط عن برشلونة، ولكن يقدر يفوز بكأس أسبانيا برأسية رونالدو في الإكسترا تايم. ولكن أهم تفصيلة في الموسم ده إنه أخذ جائزة أفضل صانع ألعاب في أوروبا بعد ما صنع 26 هدف، عشان بعدها يدخل موسم 2011-2012 يشارك في 52 مباراة ويسجل 7 أهداف ويصنع 28 هدف، وكمان يكون من ضمن الأسباب الأساسية في فوز الريال بدوري ال 100 نقطة الشهير. والمهم بعدها يجي له استدعاء من المنتخب في يورو 2012 اللي فيه أوزيل قدم أداء جيد جدا، واللي بيه ألمانيا خرجت من السيمي فاينال ضد إيطاليا في مباراة اللي انتهت ب 2-1، وكان أوزيل سجل هدف ألمانيا الوحيد في المباراة، عشان بعدها يدخل موسم 2012-2013 يشارك في 52 مباراة ويسجل 10 أهداف ويصنع 24 هدف، لكن سوء الحظ إنه يخسر الدوري بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو المتصدر في نسخة من أقوى نسخ الدوري الأسباني. ولكن الحسنة الوحيدة في الموسم ده هو فوزه بالسوبر الأسباني ضد برشلونة. ولكن في نهاية الموسم يحصل غير المتوقع ويدخل والد مسعود أوزيل في تجديد عقده مع الريال، وراح قال له إن باير ميونخ وباريس سان جيرمان وأرسنال ومانشستر يونايتد مقدمين عروض لأوزيل، ولكن باريس ساعتها ينفجر من الضغوطات ويقول له شوف العرض اللي يناسبك فيهم. لا، والضحك بقى إن بعد رحيل أوزيل باريس يقرر التعاقد مع جاريس بيل وإسكو علشان يعوضوا أوزيل. يا عم هو كان معاك من الأول. المهم أرسنال يفوز بالصفقة بعد ما دفع ما يقرب من 66 مليون دولار كأعلى صفقة في تاريخ النادي، محطما رقم صفقة أرشافين في 2009. المهم موسم 2013-2014 يكون الأول لهم مع أرسنال ويقدر يشارك في 42 مباراة ويسجل 7 أهداف ويصنع 14 هدف، وأرسنال ينهي الدوري في المركز الرابع كالعادة، ولكن الأهم هو فوزه بالإف إيه كاب بعد تسجيله هدف وصناعة الثاني في ربع النهائي ضد إيفرتون عشان يصعد للنهائي ضد هال سيتي ويفوز بالبطولة بعد ما أرون رمزي سجل هدف الفوز في الإكسترا تايم، وده مهم وكل حاجة، ولكن الأهم بقى هو استدعاء أوزيل المنتخب في كأس العالم 2014، واللي فيه مش محتاجين نتكلم كتير عن اللي كان بيقدمه الكتيبة الألمانية. ولكن لو اتكلمنا عن اللقطات الخاصة بمسعود أوزيل هنلاقي ان هو سجل هدف القاتل في الإكسترا تايم ضد الجزائر في أقوى مباراة للمنتخب الجزائري في العقد الأخير، وطبعا اللقطة الثانية كانت في فضيحة البرازيل في الفوز عليها ب 7-1 على أرضه قدام جمهوره، وأوزيل كان صنع هدف في المباراة دي عشان بعدها يوصل النهائي ضد الأرجنتين ويستمر التعادل السلبي علشان يجي ماريو جوتسا يسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة اللي فيها يفوز المنتخب الألماني بكأس العالم. المهم بعد العظمة دي يدخل موسم 2014-2015 يشارك في 32 مباراة ويسجل 5 أهداف، وليد الأرقام دي كان علشان إصابته بالرباط الصليبي واللي كانت محزنة جدا، ولكن ساعتها أرسنال يقدر يفوز بالسوبر الإنجليزي في عدم وجوده، ولكن يلحق الأدوار الأخيرة في الإف إيه كاب واللي فيها كان من ضمن الأسباب في فوز أرسنال بالبطولة، عشان بعدها يدخل موسم 2015-2016 يشارك في 45 مباراة ويسجل 8 أهداف ويصنع 20 هدف ويفوز مع أرسنال بالسوبر الإنجليزي، وأرسنال ينهي الدوري في المركز الثاني في نسخة ليستر سيتي الإعجازية، عشان بعدها يجيله استدعاء من المنتخب في يورو 2016 واللي فيه أوزيل من ضمن الأسباب الأساسية في وصول ألمانيا لقبل نهائي البطولة واللي خرج فيها ضد فرنسا، عشان بعدها يدخل موسم 2016-2017 يشارك في 44 مباراة ويسجل 12 هدف ويصنع 14 ويكون من ضمن الأسباب الأساسية في فوز أرسنال بالإف إيه كاب، ولكن أرسنال ينهي الدوري في المركز الخامس، عشان بعدها يدخل موسم 2017-2018 يشارك في 35 مباراة ويسجل 5 أهداف ويصنع 14 ويفوز مع أرسنال بالسوبر الإنجليزي ضد تشيلسي بركات الترجيح، وساعتها أرسنال ينهي الدوري في المركز السادس علشان بعدها يجيله استدعاء من المنتخب في كأس العالم 2018 واللي فيها أوزيل تعرض لكم كبير من الضغوطات اللي كان صعب انه يستحملها، ونتيجة العنصرية دي أوزيل يقرر الاعتزال دوليا. والمهم يدخل موسم 2018-2019 يشارك في 35 مباراة ويسجل 6 اهداف ويصنع 3، وليد الارقام دي كانت بسبب الاصابة في الظهر اللي بعدته اكتر من شهر عن الملاعب واللي فيها أوزيل واجه صعوبة جدا في العودة للمستوى، علشان بعدها يدخل موسم 2019-2020 ما يشاركش غير في 23 مباراة ويسجل هدف ويصنع 3، واغلب الماتشات كان بيبقى خارج قائمة المباراة النهائي، وطبعا ده بسبب الاحداث اللي كلنا عارفينها مع الصين بعد انتقاده في تعامل الصين مع المسلمين، وطبعا المعروف ان الصين من اكبر المستثمرين في الدوري الانجليزي. فبدون دخول في التفاصيل يعني مسعود اوزيل قرر الرحيل عن ارسنال متجها لتركيا وتحديدا لفنربخشة، وموسم 2020-2021 يكون الاول له في تركيا ولكن يشارك قليل جدا لدرجه انه شارك في 11 مباراه طول الموسم وما يسجلش غير هدف واحد، وطبعا ده نتيجه لكميه الضغوطات اللي تعرض لها الموسم اللي فات واللي كانت كفيله تنهي مسيرته اساسا، ولكن اوزيل اظهر انه اقوى من كده. المهم بعدها يدخل موسم 2021-2022 ويشارك الى الان في 26 مباراه ومسجل 9
اهداف وصنع هدفين ومقدم عروض قويه جدا على الرغم من انه سنه تجاوز ال 33 سنه، ولكن مضمونا ازيل الى الان في الملاعب على الرغم من كل الظروف اللي مر بيها. وده بقى ياخدنا لارقامه اللي فيها شارك مع الانديه في ما يقرب من 637 مباراه ما بين الدوري الانجليزي والاسباني والالماني والتركي، واللي سجل فيهم 114 هدف وصنع 219، واللي فاز فيهم بالدوري الاسباني والاف اي كاب والسوبر الانجليزي 3 مرات، وكاس السوبر الاسباني مره وكاس المانيا مره واحده، وطبعا فوزه بالدوري الالماني تحت 19 سنه مع شالكه، وكل ده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمراحل المنتخب نلاقي فيها ما يقرب من 119 مباراه وسجل فيهم 32 هدف وصنع اكتر من 40 هدف، واللي طبعا فيها فاز بيورو 2009 تحت 21 سنه، وطبعا فوزه باعظم بطوله وهي كاس العالم 2014. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. قول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.